أنا محمد دياب، أحد سكان مدينة حلب بالمحاصرة. الوضع في مدينة حلب جدا مأساوي. ما في ماء، ما في كهرباء، ما في خبز، ما في حليب للأطفال. عندي طفلين، أنا ما يعني بحاجة لغذاء، بحاجة لحليب أطفال. علبة حليب الأطفال غالية جدا إن وجدت. الخبز غير متوفر. المجلس المحلي لمدينة حلب يقوم بتوزيع 6 أرغفة لكل 5 أشخاص يوم يعطي ويوم لا يعطي. نحن حالنا في حلب لا يخفى على أحد اليوم. أولا اجتمعت علينا أئمة الكفر من كل مكان، الروس والمجوس والصليبيين واليهود والمنافقين والمرتدين والخونة، ودكت المدينة دكا. والله لو دخلتم إلى حلب سوف تشاهدون أشياء لم ترونها ولا بالأفلام، من شدة الدمار والقتل، قصف مدفعي مستمر ليل نهار، قصف جوي بالصواريخ الباليستية والعنقودية، وصواريخ جو أرض، وبراميل وحاويات تسقط على المدينة، حشود من ميليشيا الكفر الرافضي من كل مكان تنقض علينا، ونحن في الداخل لنا قوة محدودة، لا يوجد عندنا وقود للنقل. تهافت هؤلاء علينا جميعا، ونحن لا نملك إلا هذه البارودة وهذه الرصاصات. طيران روسي حديث، طيران إيراني، وطيران سوري، قصف مدفعي، تقصف الحي قصفا مريرا حتى يخرج الجميع، لأن أكثر المدافعين عن الحي هم أهل الحي، هم أولاد الحي. يقصف الحي قصفا شديدا فتهرب العوائل، من بقي منهم حيا يهربون، فيخرج معه المجاهدون ويدخل النظام.